السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أخوكم في الله مستر عمر علاء عمار. قبل ما نبدأ نصلي بينا على النبي ونقرأ الفاتحة على روح أخونا الطالب أحمد جلال. بسم الله الرحمن الرحيم. الفيديو ده صدقة جارية عليه ورب يجعله في ميزان حسناته يا رب. الشابتر الثالث بيتكلم عن المواقع الثابتة. تعالى نفهم بقى، ركز معايا عشان تفهم كل حاجة. الفلويد ده المواقع، ودي عبارة عن don't have definite shape، يعني مش ليها شكل محدد زي السوائل والغاز. طب الميكانيك دي يا اما ستاتيك يا اما ديناميك. الستاتيك اللي هي ايه؟ بتبقى في وضع الاتزان اللي هو الثبات under equilibrium، والديناميك under movement وضع الحركة. تعالى عندنا اول حاجة علاقة ما بين البريشر اند الدبس، الضغط والعمق. البريشر عموما عبارة عن ايه؟ فورس على الاريا. طب ركز معايا، ادي الشكل انا رسمه لك وقلت لك عندي فلويد اللي هو السائل او الموائع، وعاوز اشوف الضغط عند العمق على عمق اتش هيزيد بمقدار ايه، اللي هو ادي العمق اهو، وده الضغط الجوي. انا عاوز اشوف في الضغط هنا هيزيد بمقدار ايه. عندك البريشر عبارة عن فورس على اريا، القوة مؤثرة على المساحة. طب الفورس دي عبارة عن ايه؟ الكتلة السائل المؤثرة في العجلة الجاذبية المؤثرة على ايه؟ المساحة. تمام، يبقى الفورس بيساوي الكتلة، كتلة الفلويد في العجلة الجاذبية على الـ A، والكتلة بتساوي ايه؟ الكثافة في الحجم. تمام، طب عندي الحجم بيساوي ايه؟ الحجم بيساوي المساحة في الارتفاع. عندي المساحة A والارتفاع H، بعوض وبعدين بطير الـ A مع الـ A، وفي الاخر هيديني الكثافة السائل في الارتفاع في العجلة الجاذبية دي البريشر. تمام، انا عاوز اجيب الضغط الكلي. الضغط الكلي هنا مثلا، بص اقول لك حاجة، معلومة تاني، الضغط عند اي نقطة في نفس المستوى الافقي اللي هو النقطة دي او النقطة دي او النقطة دي بيساوي بعض لو من نفس الضغط. تمام، طب انا عاوز اجيب الضغط الكلي هنا مثلا. الضغط الكلي هو الضغط اللي فوق دماغي، الضغط اللي فوق دماغي اللي هو الضغط السائل اللي هنا زائد الضغط الجوي، ادي اهو البي اتوم زائد ايه اللي هو الرو فلويد في الارتفاع في العجلة الجاذبية. الضغط الكلي اللي هو ايه؟ ابسولويد ابسيلويد بريشر، بيساوي الضغط الجوي زائد ايه؟ الجوجي بريشر اللي هي الزياده في الضغط. وعلى اساسها انا هعمل تطبيقين اللي هو ابلكيشن، وبطبق اللي احنا عملناه هنا. وهنا ادي النقطه الثانيه اللي هي كل النطاق، كل النقط في نفس المستوى الافقي لها نفس ايه؟ البريشر. يبقى انا بجيب الضغط اللي فوق دماغي، ادي الضغط اللي فوق دماغي اللي هو ضغط الفلويد والضغط الجوي. تمام، وبجمعهم. تعالى اول ابلكيشن معانا، يعني اول تطبيق اللي هو بايومتر. بايومتر ده بيستخدم في تعيين الضغط الجوي. الرسمه دي هتلاقيها موجوده في الكتاب. تمام، هو هيجيب لك تيوب مفرغه من الضغط، يعني الضغط بتاعها في صفر. تمام، انا عندي ضغط تحت ده هيبقى اعلى، وفوق الضغط بصفر يبقى الضغط اقل. الفلويد يا باشا بيمشي من ضغط اعلى هاير بريشر الى لوير بريشر. كل الكلام ده كاتبه لك، معنى كده انه هيسحب السائل لغايه ما يملا ارتفاع اتش زي ما موجود في الرسمه. تمام، ارجع للمعلومه اللي فاتت، قال لك كل النقاط في نفس المستوى الافقي لها نفس الضغط اللي هو بي ا بيساوي البي بي. تمام، بي ا الضغط اللي فوق دماغي اللي هو ضغط السائل زائد الضغط الجوي الصفر، ادي هنا الضغط هنا ده هنا البي بصفر زائد ايه؟ ضغط الغاز اللي هو الرو فلويد في العجله الجاذبيه في الاتش. تمام، بتساوي ايه؟ الضغط الجوي اللي هو البي، البي زيرو دي او البي اتوم، هي البي اتوم هي البي زيرو. تمام، يبقى احنا كده فهمنا. ده اسمه الجاج بريشر اللي هي الزياده في الضغط. تمام، تعالى بقى التطبيق الثاني اللي هو ابلكيشن مانوميتر، يستخدم في تعيين ضغط الغاز او البخار او الماء. تمام، برضو هنا ادي النقطة A على نفس مستوى النقطة B، يبقى الضغط هنا يساوي الضغط هنا. تمام، هنا الضغط B بيساوي، شايف هنا انا بجمع هنا الضغط ده زائد البي زيرو، ضغط الغاز زائد او السائل
هنا ضغط الغاز زائد ايه البي زيرو، يبقى هنا البي زيرو زائد ايه ضغط الغاز، يبقى انا بجيب الضغط اللي فوق راسك، الضغط اللي فوق راسك، يبقى البي هنا بيساوي بي زيرو زائد ايه ضغط الغاز، فهمت؟ ادي هو اللي فوق راسك اللي هو ده، ركز معايا تمام. يبقى البي بريشر بيساوي بي اتوم او بي زيرو زائد ايه ضغط إيه الغاز اللي هو ايه جاج بريشر اللي هو الرو جي في الجيل في العجله الجاذبيه في الارتفاع. ركز معايا عشان هنا ممكن الصوره تكون صغيره فمش واضحه، هقول لك برضو ازاي الضغط فوق راسك، واحنا قلنا نفس النقط على نفس المستوى الافقي لو هما نفس الضغط تمام. قلنا احنا بي ا بيساوي بي بي تمام، البي بي اللي هو الضغط الجوي تمام. طب البي ا قلت الضغط الضغط اللي فوق راسك، ايه اللي فوق راسي؟ البي زيرو، البي اللي هي بي زيرو، زيرو زائد ضغط الغاز اللي هي ايه اللي هي رو فلويد في الجي اللي هي عجله جاذبيه في الارتفاع. فهمت الليله؟ فهمنا الليله. تعالى في المانوميتر، تعالى ادي هنا الضغط هنا بيساوي الضغط عند ا يساوي الضغط عند بي، الضغط عند ا اللي هو بريشر، الضغط عند بي الضغط اللي فوق راسي اللي هو ايه اللي هو ضغط الغاز اللي هو ايه اللي هو رو غاز في العجله الجاذبيه في الاتش زائد ايه البي زيرو، ده اللي هو فوق راسي، ده اللي فوق راسي اهو اللي هو ده زائد ده تمام. اتفهمت كده؟ اتفهمت كده. بس انا بقى ليه بنفذ التطبيقين دول علشان اجيب اعرف الزياده في الضغط اللي هو الجاج بريشر تمام، وقلنا دول بيستخدم فيه وده بيستخدم فيه تمام كده تمام، عشان ده هنشتغل بقى شغل قوانين وحل مسائل. بس يبقى دي الفكره كلها، الضغط اللي فوق راسك بس. ادي في شابتر النهارده، ايه شابتر النهارده؟ الضغط اللي فوق راسك، سهل جدا جدا جدا، بس ركز وعيد وزيد مع الرسمه وركز في كل كلمه، الدنيا هتبقى سهله جدا. وخلي بالك بي زيرو هي بي اتوم، عكس لما هنا جاي لك البي بتساوي صفر، لما انا عودت هنا الضغط اللي فوق راسك البي يساوي اللي هي بصفر زائد ايه زائد الرو فلويد اللي هو الضغط بتاع الغاز تمام، ان هو هنا بيساوي ايه البي اتوم اللي هو بي زيرو. فهمت؟ يبقى هي حاجه هنا اللي لخصنا الدرس في كلمه واحده، الضغط اللي فوق راسك، خلصنا بشياكه. عندك يا باشا قانون باسكال بيقول لك اي تغيير في الضغط مطبق على السائل بينتقل دون تناقض ينتقل دون تناقص الى كل نقطة من السائل والى جدران الحاوية، يعني انتقل لاي نقطة هنا تمام. الضغط انا يعني لما بضغط هنا بقوة بعمل هنا ضغط بينتقل لكل نقطة هنا في الرسمة وبينتقل لجدران الحاوية تمام. علشان كده انا لما بضغط بقوة صغيرة على مساحة صغيرة بقدر ارفع العربية، وهنا قلنا طبعا هنا الضغط هنا بيساوي الضغط هنا، يبقى بريشر واحد يساوي بريشر اتنين، وبتعوض اللي هي فورس على اريا وفورس على اريا تمام. بس ادي شابتر النهارده. في اخر حاجه بس اللي هو التوتر السطحي، وده ليه اتنين قانونين، الجاما بيساوي الفورس على ال، ودي وحده قياس نيوتن لكل متر، وجاما بيساوي الشغل على الدلتا ا اللي هي التغير في المساحه، ودي وحدة قياسها الجول لكل متر مربع. ادي شابتر النهارده، هنخش بقى على ايه حل المسائل. وعندنا احنا في اسيوط دكتور لغى قاعدة ارشميدس، وده عليها اربع مسائل، اخر اربع مسائل ملغيين، يبقى كده احنا هنحل من 1 لـ 12. ركز معايا وصلي بينا على النبي، ارجع للفيديو لو مش فاهم حاجه، ارجع للفيديو عشان تركز تاني وتعيد وتزيد، وهي المعلومه سهله خالص اللي هو ايه الضغط اللي فوق راسك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هنخش على الحل، يلا نشتغل حل مسائل. عندك هو هنا عاوز الكتله وعاوز الوزن، الكتله والوزن، ركز معايا. ومديك يا باشا ومديك يعتبر الحجم، هو مديك الطول في العرض في الارتفاع اللي هو الحجم تمام. انا يا باشا ابحث على النت، هتقول كثافه الهواء عند 20 درجه سيليزيه، يعني اكتب درجه الحراره دي، هيديك يقول لك 1 علامه 2 0 كام 4 1 تمام. دي كثافه الهواء عند 20 درجه تمام. انا عندي كثافه وعندي حجم، اقدر اجيب الكتله، الحجم بيساوي الكتله على الكثافه.
يبقى الكتلة بتساوي الحجم في الكثافة. تمام. عندك الوزن بيساوي ايه؟ بيساوي الكتلة في العجلة الجاذبية، وانا عندي الكتلة جبتها اقدر اجيب ايه؟ الوزن. تمام. ده اول مسألة. ندخل على تاني مسألة، مديك الكتلة بكام؟ مديك الكتلة بكيلو، بواحد كيلو جرام. وعندك يا باشا عندك الارتفاع وحوله، ده ملي متر اضرب في 10 اس سالب 3، وعندك ايه مديك القطر اقدر اجيب المساحه. طب يا باشا افتكر معايا الحجم بيساوي ايه، كاتبها لك في ورقه الشرح، بيساوي المساحه في الارتفاع. تمام. جبت الحجم ومعايا كتله اقدر اجيب الكثافه، سهله خالص. تعالى مثلا رقم 3، مثلا رقم 3 بيقول لك مكعب، الكلمه دي يعني مكعب، ومديك ايه؟ ومديك الكتله بتاعته، الكتله بتاعته بجرام، اضرب في 10 سالب 3 عشان احولها للكيلو جرام. بعد كده مديك ال يا باشا حجم المكعب يساوي ايه؟ ال تكعيب. تمام. وتنساش تحول في 10 سالب 2 لان هو مديك ال بايه؟ بالسنتي. تمام. معاك حجم ومعاك كتله اقدر اجيب الكثافه. ادي اول ثلاث مسائل تفهيم. تعالى يا باشا اربع، مثلا الرابعه مديك كتله ومديك نصف القطر. تمام. وهو عاوز بريشر، انا اقدر اجيب المساحه، المساحه وعندك ايه؟ الكتله. طب ماشي، ما دي انت عندك القانون على طول، البريشر بيساوي فورس على اريا، اللي هي بتساوي الام في العجله الجاذبيه على الاريا. وبعوض عندي الكتله ب 50 والعجله الجاذبيه ب 9.8 على المساحه، مساحه المساحه بتساوي باي ار تربيع بس، يديني ساعتها ايه؟ الضغط. تعالى خامس مساله، صلي بينا على النبي عليه الصلاه والسلام، بيقول لك اربع عجلات، اربع عجلات. تمام. الضغط بتاعهم 200 كيلو باسكال اضرب في 10 اس 3، ومديك مساحه العجله بكام؟ ب 24 من 1000. طب انا كده عاوز ايه؟ الوزن. الوزن يا باشا ما تنساش ان البريشر بيساوي الوزن على ايه؟ المساحه. يبقى الدبليو بيساوي البريشر في الا، عندك البريشر وضربنا ال 200 في 10 اس 3 في المساحه. ما تنساش تضرب المساحه في 4 لان دول اربع عجلات، دي الفكره بتاعتها. ابسيلويد، عاوز الابسيلويد بريشر، الضغط الكلي. الضغط الكلي بيساوي، ارجع يا باشا، بيساوي الضغط الجوي اتوم باتوم زائد ضغط ايه؟ هنا ايه؟ السائل او الغاز. ماشي. هنا الرو في العجله في الارتفاع، هو مديك الكثافه ومديك والعجله انت عارفها 9.8 ومديك الارتفاع. عوض يا باشا، والضغط الجوي مديهولك اهو، بس هتضربه في 10 اس 3 اللي هو مديك هنا اهو، هتضرب في 10 اس 3. تمام. انا جبت البي اللي هو الضغط الكلي. تاني مطلوب عاوز ايه؟ الفورس. ومعاك عندك البي اللي هي فوق وعندك الا، اقدر انا اجيب الفورس بيساوي ايه؟ بريشر في الايه. خلصانه بالشياكه. رقم 6، هنا عاوز القانون المستخدم ليجيب جاما، وعاوز كلمه جاما نفسها. طب هو قال لك عاوز توتر سطحي لرفع ايه؟ لرفع ايه؟ لرفع حلقه من السائل. تمام. تمام يا باشا، يا باشا جاما بتساوي ايه؟ جاما بتساوي فورس على ال. طب ال اللي هي طول الدايره، انا عشان اجيب طول الدايره اللي هو المحيط بس، اللي هو بيقول لك هنا هنا طبعا هنا التوتر، لما انا بلجح الدايره بيحصل توتر خارجي وداخلي. هنا هضرب الطول في 2 والطول هنا بمحيط، يبقى 2 في 2 باي ار، يبقى ده القانون المستخدم. جاما بتساوي. تمام. وبعوض يا باشا، عندك القوه وعندك النصف القطر، اجيب قيمه جاما، وعندك الحل في المذكرة بتاعتي. خلصنا بشياكة. صلي بينا على النبي. ندخل على المسألة الثامنة يا باشا. هو تعالى، هو عاوز الاتش، تعالى هنجيب ازاي؟ طب صلي بينا على النبي وركز معايا كده وطقطق ودانك. دلتا بي اللي هي التغير في البريشر بيساوي فورس على اريا. قال لك بص ركز، نيوتن لكل متر، الفورس مديها لك بس لكل متر. دي نزلت مسافة كام؟ نص سنتيمتر. هضرب انا الالف في النص في 10 اس سالب 2 على مساحة الدايرة اللي 22 على 7 في 1 في 10 اس سالب 2 الكل تربيع، وده انا جبت الدلتا بي.
تمام. يا ما تنساش كثافة المية بيساوي ايه؟ 1000. تمام. ما تنساش البي بيساوي اللي هي الكثافة، كثافة الوتر في العجلة في الاتش. انا عاوز الاتش، هقسم طبعا البي اللي احنا جايبينها فوق على كثافة الوتر في العجلة يديني قيمة الاتش. تمام تمام تعالى هنا سهلة خالص، مسألة تعويض مباشر يا باشا. مش احنا قلنا الضغط هنا يساوي الضغط هنا؟ بي واحد يساوي بي اتنين، اف واحد على فورس على اريا. تمام. هو عاوز اف واحد، ومديك يا باشا المساحة الصغيرة بتلاتة في سنتيمتر مربع، اضرب في 10 سالب 4 بيساوي القوة التانية، هو مديك 15 كيلو نيوتن، يبقى 15 في 10 أس 3 على كام يا باشا؟ 200 في 10 أس سالب 4 هيديني القوة. تمام. انا قلت لك بنأثر بقوة صغيرة على مساحة صغيرة ايه بنقدر نرفع العربية. ادي المسألة وسهلة مباشرة جدا. المسألة العاشرة عندك يا باشا، هنا مديك ايه؟ هنا مديك القطر كله، اقدر اجيب نصف القطر اللي هو 1 علامة 4 3، ومنها اقدر اجيب المساحة. طب هو عاوز ايه يا باشا؟ عاوز الوزن. الوزن بيساوي ايه؟ بيساوي ايه؟ هنا قلنا البريشر بيساوي الوزن على المساحة. تمام. يبقى الوزن بيساوي ايه؟ بريشر في ايه. تمام. طب انا عندي مساحة، طب المكنسة يا باشا بتشتغل بالضغط الجوي، اللي هو الضغط الجوي اللي هو ايه؟ اهو 1 0 1 علامة 3 في 10 أس 3، وعندك المساحة اللي انا اجيبها من نصف القطر 22/7 في نصف القطر في 10 أس سالب 2 كل تربيع اقدر اجيب الوزن. خلصانة بشياكة. صلي بينا على النبي. مثل رقم 11، انا قلت لك اي نقطتين على نفس المستوى لهما نفس الضغط، يبقى بي 0 بيساوي الرو في ايه؟ في الرو في الجي في الاتش. تمام. انا عندي الكثافه وعندي الضغط، ده اللي هو الضغط الجوي اللي هو ايه؟ قلنا ايه اهو في 10 أس 3، والكثافه عندي بكام؟ ب 984. تمام. وعندي العجلة في 9 علامة 8 اقدر اجيب الاتش. بس صلي بينا على النبي. اخر مسألة ركز معايا بقى، احنا لازم قلنا احنا علشان اساوي الضغوط انا فرضت هنا دي بي واحد ودي بي اتنين، بس على نفس المستوى عشان اقدر اقول بي واحد بيساوي ايه؟ بي اتنين. ما تنساش الضغط، قلت لك انا عشان اجيب الضغط اجيب الضغط اللي فوق ايه؟ راسك. وهنا ما تنساش ان هنا في ضغط جوي هنا، وهنا في ضغط جوي. تمام. واللي من تحت ده زئبق، واللي من فوق ده ويتر. تمام. هنا دي اتش، هفرض دي اتش، ودي هنا هي دي بتوازي دي ومساويه لبعضها، تبقى دي اتش ودي اتش 2، وهنا اتش 2 وهنا اتش 1. تعالى بقى البي 1 الضغط اللي فوق راسي بي 0 زائد يا باشا الرو ووتر عشان ده ميه وده اللي تحت زئبق في العجله الجاذبيه في مجموع الارتفاعات اللي هو اتش زائد اتش 1 زائد اتش 2. شفت ده انا جبت الضغط ايه اللي فوق راسك؟ دي ابسط مثال يوضح لك ايه اللي الضغط فوق راسك بيساوي يا باشا. هنا برضو بيساوي بي 2 اللي هو انا اجيب الضغط فوق راسي، الضغط فوق راسي البي 0 زائد ضغط الزئبق، كثافه الزئبق اهو. تمام. في الاتش 2 في الجي زائد ضغط الميه ليه؟ كثافه الووتر في الاتش في الجي. بس يبقى كل فكرتها الضغط في جراسك. ادي درس النهارده. يا رب تكون استمتعتوا بالفيديو، وشكرا خاص لكل الناس اللي بتدعمني ووقفوا جنبي وساعدوني اللي انا ايه اكمل الفيديوهات، والحمد لله رب العالمين ربنا كرمنا والفيديو بتاعنا بتاع الفيزياء عموما وصل يعتبر كل معاهد مصر، فده انجاز في حد ذاته وده فضل ربنا علينا يعني. وشكرا لكل اللي دعمنا وكل اللي بيتابع معانا وبيجتهد معانا.
وشكرا لحمدي محمد، وشكرا لحازم علاء، وشكرا لآية عواد، وشكرا لأحمد عبد الرجال، ورب بس ما كنتش نسيت اي حد. انا بشكر اي حد يعني، انا مش بخصص اي، مش بخصص ناس وكده، بس الناس دول تعبوا معايا. وما ننساش برضو في نهاية الفيديو نقرا الفاتحة على روح زميلنا احمد جلال. بسم الله الرحمن الرحيم. المذكرة هتلاقيها فينا في الرابط في الوصف تحت. الشابتر الأول والتاني والتالت محلولين، وأنا شارحهم على القناة. وادعوا لدعوة حلوة من قلبكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.